تعالوا نبدأ حلقتنا هذا الصباح، أو نبدأ أخبارنا بالخبر طبعا الأكثر تصدر لعناوين الصحف والمواقع. سعد الحريري: اجتماعي بالرئيس السيسي كان إيجابيا وسأواصل عملي بدءا من الغد. قال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان: أن الأشقاء العرب يتفهمون موقفنا بلبنان، مشيرا إلى أن اجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان إيجابيا. وتابع الحريري: كان إيجابي فيما يخص النأي بالنفس، مشددا على أنه سيتوجه إلى مكتبه غدا للاطلاع على البريد المعطل منذ 3 أسابيع، وأيضا لمواصلة المشاورات فيما يخص الشأن اللبناني. أضاف الحريري خلال مؤتمر صحفي له مساء أمس الأربعاء أنه سيتحرك من خلال المشاورات مع الرئيس اللبناني وباقي الشركاء السياسيين للوصول إلى حل للوضع اللبناني. كما تابع أيضا: أنا برأيي قادرين على الوصول لحل، الأشقاء العرب متفهمين وضعنا، وهذا واضح جدا من الموقف السعودي والموقف الإماراتي والموقف الفرنسي طبعا على المستوى الدولي. لفت رئيس الوزراء اللبناني أيضا إلى أن الرئيس الفرنسي كان يتابع المشهد اللبناني بشكل شخصي لاستقرار لبنان، وتابع: يوجد اتجاه لدعم طريقة العمل التي نتبعها، مشيرا إلى أنه تمهل في الاستقرار قال عقب اجتماعه مع الرئيس ميشيل عون ببيروت.